السعودية كانت المحطة الأولى لأبطال فيلم خطة مازنجر، ياسمين الرئيس وحمدي المرغني إلى جانب محمود حافظ، حيث عرض الفيلم للمرة الأولى في الرياض، وده طبعاً بعد الأزمة اللي كانت بتهدد عرضه. كاميرا عرب وود كانت موجودة هناك ورصدت إزاي استقبل الجمهور السعودي لأبطال الفيلم. مش عايز ينسى إنه ميكانيكي برضه. كل منك انت يا عم مازنجر، من ساعة ما شفتك وانت جايبني الفقر. مش كفاية كرتون بقى يا اخويا. استقبلت سينمات الوطن العربي فيلم خطة مازنجر لينضم إلى أفلام موسم صيف 2022، حالة من النوستالجيا بنعيشها، أجواء من الكوميديا والسسبنس. والفيلم من بطولة الجميلة ياسمين رئيس اللي حضرت العرض الأول للفيلم في السعودية مع باقي أبطال العمل حمدي المرغني ومحمود حافظ، مع غياب باقي الأبطال بيومي فؤاد ومحمد رضوان وسماء إبراهيم والطفل تايم إسماعيل. وطبعا كاميرا عربوت كانت حاضرة العرض الخاص، وكلمنا الفنان حمدي المرغني عن دوره في الفيلم. بص، هو الفيلم هو كاركتر مازنجر، هو كاركتر كرتوني كان لطفولتنا احنا، ففكرة ان احنا بنحييه بفيلم عجبني الاسم مبدئيا في اول ما اتعرض عليا الفيلم. بعد كده ما قريت الفيلم عجبتني التركيبة، هو فيلم خفيف، فيلم كوميدي ينفع الاطفال ينفع للشباب، فتحمست ودخلت الفيلم. معنا مجموعة كبيرة من النجوم، ياسمين رئيس، محمود حافظ، بيومي فؤاد، فالتجربة ممتعة، كواليسها كانت حلوة، ويا رب يا رب توصل للناس والفيلم يعجب الناس. المؤبد قصاد عيني يابا. وكشف لنا الفنان محمود حافظ عن رؤيته في حق الأطفال على الممثلين والسينما العربية. تعمل حاجة في اللايت كوميدي لجميع الفئات، وخاصة برضو مركزين شوية على الأطفال، برضو لهم حق علينا، بنسطع لهم البهجة من جوه، ويا رب نقدر نفرحهم دايما إن شاء الله. كناية تاني تعدى عليها من غير كارت. احنا العصابة اللي خطفت ابنه هو اللي خطف العملية كلها. فيلم خطة مازنجر كمان بيضم أغنية خاصة بيه، أغنية اليوم يومك من غناء عمر كمال ومازن المصري، والأغنية حصدت 1,000,000 مشاهدة على يوتيوب من تاريخ عرضها. الناس مبسوطة زايدة والأجواء في المعايدة، حتى اللطافة زايدة، ده جديد ده ولا إيه؟ وعبروا لنا الأبطال عن سعادتهم بافتتاح الفيلم في السعودية. شايف الفن بيتطور بشكل الله أكبر في السعودية، اللي استقبالكم للفن، أنتوا شعب ذواق للفن، عندكم أسبقية في الإيفنتات زي ما بنقول الفنية. الأجواء مريحة جدا، وأنا حاسس إن أنا في بلدي، مانيش يعني في هنقول مصر والمملكة، لا أنا في بلدي التاني بأمانة، في وسط ناسي وأهلي، وفرحان باستقبالهم لينا، والأهم يعني إن إحنا يا رب نكون عند حسن ظنهم ونكون مقدمين لهم حاجة تفرحهم بإذن الله. وأخيرا كشفوا الجمهورهم من خلال كاميرا عربود على أعمالهم القادمة. إن شاء الله في فيلم مخلصه مع رامز جلال ينزل قريب، في فيلم رمسيس باريس مع هيفا وهبي ومجموعة كبيرة، محمد سلام ومحمد ثروت ومحمود حافظ، وفي فيلم ماما حامل الجزء الثاني ان شاء الله. مسلسل اسمه بالطو ونازل على واتش، وعندي امير كرارة عامل معاه مسلسل على شاهر ان شاء الله، وعندي بستأنف تصوير فيلم كنت بصوره انا والمخرج احمد خالد موسى اللي هو منتج العمل، اسمه رمسيس باريس، صورنا جزء منه كبير جدا في فرنسا، وهنرجع نستأنفه باذن الله في مصر. وبعمل فيلم حاليا اسمه الكوماندا، تعاقدت مع المخرج احمد خالد موسى مخرج العمل، مسلسل بابا المجال مع النجم مصطفى شعبان ان شاء الله باذن الله في رمضان. كل منك انت يا عم مازنجر، من ساعه ما شفتك وانت جايبني الفقر. الرجاله رجعت خطه افرو دي.